السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله جايين معاكم عشان إيه، بنقول لكم كل عام وحضراتكم بخير. معاكم الأستاذة إيمان للرد على أي استفسار معاكم في مشكلة حل الواجبات. نتعرف الأول على كل الزملاء اللي بلتقي بهم النهاردة وأبناء الطلاب. أستاذة إيمان، لازلت أنتظر حضراتكم. أستاذة إيمان معاكم للرد على كل أسئلتكم. لو في مشكلة في رفع واجبات للطلبة أو في عمل واجب، العمل واجب نفسه، تمام، فأنا تحت أمركم أحاول أحل المشكلة دي معاكم، تمام. طيب نشوف مع بعض كم واحد كده انضم لينا. في طلبة انضمت وخرجت، شوف كده مع بعض. يعني نعمل دعوة ليهم تاني، يدخلوا حتى مجموعة ويبعتوا زملاتهم. احنا عارفين جهو فاكينه، ودي ريهام وآباء محمود ومصطفى ومينا. ونشوف مجموعة تاني هنا، يلا أرجو الانضمام، أرجو الانضمام. ليه؟ السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. عايزاك ترد عليا كده صوت عالي. ايوه، كم طرد معانا؟ اتفضل. ايوه يا اداء، في معايا ريهام. السلام عليكم، أنا جاي معاكم كده نتعرف عليكم وأقول لكم كل عام وحضراتكم بخير. أيوه، كل واحد بقى يقدم نفسه. كده كده أنا شايفة مجموعة في أولى ثانوي، مجموعة في ثانية ثانوي، مجموعة في ثالثة ثانوي. أيوه، تسمعيني؟ السلام عليكم. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه معاك الاستاذه ايمان. الو، السلام عليكم. يلا انا معاك، مع التيم ده. لو في اي مشكله مع معلم او مشكله مع اي طالب انا بستمع بالجميع اهو. ايه، السلام عليكم. يلا انا عايزه الطلبه كده الحلوين يقدموا نفسهم، كل اللي بيحضر معانا عايز يقدم نفسه. يلا السلام عليكم. قبل ما ابدا، قبل ما ابدا، السلام عليكم. في ريهام، في عندنا محمود ومينا، الطلبة الموجودين معانا بيحاولوا يقدموا نفسهم. أنا لازلت منتظرة عدد أكبر من الطلبة يدخلوا معانا. خلاص انتظر تاني 5 دقايق، انتظر تاني 5 دقايق للطلبة ينضموا لينا في الاجتماع. يا ريت الطالب الموجود يبلغ زميله الغايب. تمام، ايوه. لا مش عايزه حد يدخل عشان هو مش عارف حاجه مثلا ويترك الاجتماع. ننتظر 5 دقايق فقط. ايه معاكم الاستاذه ايمان، انا معلم لغه انجليزيه. لو في اي سؤال بعد كده انا تحت امركم في شرح اي جزئيه او مفهوم انتوا حضراتكم او سؤال احنا مش عارفين. انا دلوقتي بساعدكم ازاي انتوا تحلوا الواجب وترفعوا للمعلم. تمام، طيب كم واحد دخل معانا؟ اتمنى ان البيتكم ما يطلعش تاني من الميتنج. يلا يا ولاد معانا، ايوه. ايه طرف الطفل ما تطلعش تاني من الميتنج، انتظروا معانا 5 دقايق لغاية ما زملائكم ينضموا. ايوه السلام عليكم، عايز حد يقدم نفسه من الطلب؟ ها ايوه قدم نفسك، كل اللي يدخل الميتنج ارجو تقديم نفسه. كل اللي يدخل معانا الميتنج يقدم نفسه. كل اللي يدخل في الميتنج يقدم نفسه. كل اللي يدخل في الميتنج يقدم نفسه. تمام، كل اللي يدخل في الميتنج يقدم نفسه من فضلكم. ايوه الطلبة اللي معانا يا ريت تقدم نفسها. ايوه انا عندي حوالي 112 طالب على ال، رجاء على المو على القناة أرجو حضور الاجتماع معانا. طيب على العموم أنا هعمل دلوقتي فيديو بي ريكوردن محفوظ على الجروب أو على القناة، فكل واحد طبعا ما تمكنش من الحضور يحاول بقدر الإمكان مشاهدة إيه أو الاستماع إلى الريكوردن. تمام، طيب في حد تاني يقدر الانضمام؟ طيب الثاني، على العموم كل سنة وحضراتكم طيبين. معاكم الأستاذة إيمان ميكر، معلم اللغة الإنجليزية ومدرس في نفس الوقت. بحييكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا مع بعض ونشوف ايه هو الواجب، كيفية ازاي احنا ايه نرفع. تمام، وكل المعلمين الأفاضل اللي يدخلوا معانا
انا هنا دخلت على القناة بتاعتنا هي الخاصة بالطلبة، نجيبها هنا اهو شانل، اللي عندك الشانل هتضغط عليها على القناة. بعد المعلمين بس يقولوا ازاي احنا نعمل قناة، تمام. انا دخلتها في اكتر من قناة منها، اضغط مثلا على القناة دي او السين ده، تمام، يفتح معانا. انا بعت اهو رابط لكل واحد ممكن يدخل على الميتنج، ولا زال اهو الميتنج. اتمنى ان الجميع يكون حاضر معانا. انا بمنتهى البساطة اروح على المفاتيح، هنا عندي التيم، في عندي مفتاح صغيرها اضغط عليها، تمام، هكتب لي كلمة ادت شانل. لما تضغط على ادت شانل هيفتح لك تبويب اهو. بعد ما يفتح التبويب ده او الصندوق هيقول لي سمي القناة بتاعتك، السمي، تمام، وتجيبلها مثلا ايه هنا مثلا تسميها ايه، تعارف، خلاص، او الواجبات، تعارف، سميها تعارف، تعارف، تمام، تعارف بين المعلم والطلاب. هنا في اوبشن ايه الغرض من القناة، هنا يبقى هنا التواصل، تمام. بعد كده اقول له اد، خلاص اقول له اد. بعد كده دي عملت هنا، دي هنا القناة، تمام، خد القناة وتروح تضيف فيها طلاب حضرتك. افتح معانا ازاي انا اضيف اهو، تعالوا هيقول لي ضيف الطلب، خلاص انا هضيف الطلبة فين بقى، تعالوا اهو خد القناة بتاعتي، هيقول لي اد ممبر اهو، ادي كلمة اد ممبر، اروح عند كلمة مانج في جيت شانل اهو اللينك، وفي كلمة ايه ايديت، وادي الايميل بتاع اللينك، وادي مثلا ايه في اد نمبر في القناة في جنرال، اد نمبر او مانج، تمام. شوف كمان مثلا كان دي البيانات بتاعتي، طيب تمام. طيب لو رحنا هنا على التيمز نفسه، عندي التيمز نفسه اهو في انشاء التيمز، تمام، بيقول لي اد نمبر، اد ممبر، اضغط على الممبر واضيف ايه مثلا الطلبة او المعلمين كممبر في الجروب بتاعي، تمام. في عندي هنا ستودنت، وادي كلمة اضيف المعلم الطلبة او المعلم، خلاص. لو كتبت واحد اسمه واحد مثلا، يقول هنا معانا اسم مثلا واحد معانا في الستودنت اهو، مثلا روماني مثلا هو موجود معانا، او روماني واقول له تمام. بعد ما تقول له اد تقول له اضاف، هو يضاف لحضرتك فضيله. طيب دي بالنسبه ان انا انشات قناه داخل التيم بتاعها، تمام. طب التيم بتاع حضرتك فين؟ هتجيبه هنا على طول من لو طلعنا خالص، خلاص هنقول له كلوز. دي انشانا قناه داخل التيم بتاع حضرتك. طيب ادي قلت الصفحة الأساسية في التيمز، لما تفتح اللي هو مايكروسوفت تيمز، لما تفتح مايكروسوفت تيمز الصفحة الأساسية تكتب لي إيه، جوين أو كرييت. يبقى أنا هروح عند جوين أو كرييت تيمز، أضغط عليها كده عشان تبقى أنت هنا مثلا الجنرال أو الأونر، ومن نوع كلاس، خد أهو من نوع كلاس كرييت تيمز، تمام. اسحب الطلب يدخلوا في التيم بعد كده عن طريق الكود، ماشي، تحط الكود هنا، الكود هنا داخل التيم بنفسه، اضغط على كلمة كريت تيم من النوع اسلاك، تمام. ونفس الكلام هروح هنا في اكتر من تيم، شايفين
انا اقول لك الريت تو اسمع، الريت تو ده اهو في اكتر من نوع اهو، انا اختار اللي هو من نوع الثلاث اللي انا بضيف للطلبه. تمام، بقول لك الريت تيم، تيم ده اسم المعلم. تمام، ادخل على التيم ده ممكن باللينك او ايه بالكود. طيب هيقول لي سمي التيم بتاعك، فنقول زي القناة مثلا ساعات خلاص، أو مادة أو بالمادة الدراسية لحضرتك مثلا اللي أنا بدرسها. إحنا أدماسنا قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الإنجليزية، وبعد كده تفتح قنوات زي ما أنا فتحتها أدي الشنل، وتكتب مثلا في القناة دي مثلا الستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. تمام، ايه الغرض هنا؟ مثلا شرح قواعد، شرح منهج اللغة الانجليزية للصفوف الثلاثة، الصفوف الثلاثة طبعا مرحلة ثانية. بعدين فتحت ايه هنا، عملت ايه، عملت هنا اتنين. تمام، واقول له نجم، هيقول له ضيف طلاب. تمام، ضيف طلاب. بعد كده لما ضيف الطلاب هيقول له كمان بتحب تضيف معلميها، ضيف وهكذا. تمام اهو، تم انشاء التيم الخاص بيه. تمام، بعد كده ادي شايفين اوتوماتيك تيجي يضيف طلاب ويضيف معلم. انا كل الطلبه الصغير مثلا في واحد اسمه مثلا محمود مثلا، اشوف كده اسماء الطلبه اللي انا اخدت ايميلاتهم وخليتهم عندي. تمام، اشوف انا الطلبه دي مثلا اول مره، ونشوف الطلبه الموجودين عندي، اجيب كل الايميلات اللي داخل اللي مستلمينها الطلبه من الاحصاء، واكتب كل واحد الكود. طبعا كل طلبتك هيبقوا موجودين معاك داخل ايه الفصل. تمام، داخل الفصل هنا بيكون كل طلبة حضرتك. تمام، جه مصطفى، جه عند محمد ومحمود شبكة ومروة سيد، كل طلبتي أضيفهم بمنتهى البساطة، وأقول له آه. تمام، طيب عاوز مثلا أضيف مجموعة معايا من المعلمين اللي ماسكين نفس المادة، عايز أضيف براحتك أنت، فضيف شو براحتك أهو، يشوف أشوف كده المعلم، وعندي المدرس مثلا هنا أهو، يكتب مثلا وليكن عندنا الأستاذ مثلا سيد، ونشوف مع بعض من الزملاء اللي هم طبعا عشان يكون في تبادل معرفة وتواصل، الأستاذ سعاد والأستاذ سمير وهكذا. تمام، وادي إضافة المعلم، وادي إضافة الطالب، عشان بعض الزملاء اللي هم إيه بيسألوا إحنا إزاي نضيف معلمين، إحنا إزاي نضيف طلبة. تمام، فالطريقة دي وضحت خالص ان انا ازاي انا انشا تيم، وازاي انا بضم الطلبه، وازاي انا بضم المعلمين. عندك حوالي ولا 50 طالب ولا 100 طالب عند حضرتك، يكون افضل من طالب. تمام، وتضيفهم في التيم بتاعك. اهو فتح معانا التيم قسم اللغه الانجليزيه، كاتب لي هنا بلاس نوت بوك، وكاتب لي اساينمنت اللي هي الواجبات، هنا جريد الدرجات، وكاتب لي ايه اصبر. انا قلت لما تضغط على المفاتيح هنا هتعمل ايه حضرتك، هتعمل هنا اد شانل زي ما انا قلت، هتضيف القناه، واد ممبر اللي هو الاعضاء زي ما انا قلت دلوقتي. عايز تسيب الليف تيم تتركه اديت، يعني تعمل فيه تعديل، خد الرابط بتاعه اهو، وتشيره كل ضغطه. لما تحب تحط حاجه مثلا هقبل، وتروح ايه تحطه على التيم، تحطه على جروب، على فيسبوك، او تبعت ايميل، اي حاجه اول. تمام كده، ايه
في اي اخطاء او اي حاجه في الجزئيه دي او اي سؤال ممكن حضرتك تكتب في الشات دلوقتي وانا ارد على حضرتك. طيب نرجع تاني، ازاي انا اعمل مثلا واجب؟ طيب اضغط هنا على كلمه assignment، تمام، كلمه assignment واروح مع بعضنا هنعمل انشاء واجب. يلا كل معانا how to create an assignment سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. هذه خالص ضغطت على ايه انا دلوقتي؟ على assignment، تمام؟ افتح معانا، بس عندنا خليني بسرعة تنفع دي، شغلها على الواي فاي. طيب هيفتح معايا assignment، حضرتك مجهز assignment لأن هيكون على مثلا Word، حضر مجموعة من الأسئلة مثلا لتداول مفهوم أو تداول مثلا شرح معين على البورد أو على مثلا اللي هي عرض قصصي أو مثلا تعمل مثلا بي دي اف أو على مثلا الباوربوينت تعمل برزنتيشن أو اكسل وهكذا براحتك حضرتك. طب فتح معايا الأسايمنت وقول لي أنت لسه ما عملتيش أي واجب. أنا أضغط على كلمة كريديت وبيديني إيه؟ اختيارات، تمام؟ في assignment أهو الواجب، في شوية أسئلة أو واجب موجود عند حضرتك، تمام؟ نضغط على كلمة assignment لأول مرة، تمام؟ طيب ضغطت على assignment، تمام؟ بعد ما ضغطت على assignment انشأ واجب لأول مرة، وبعد كده تبقى بقى معاكي العملية بسيطة وميسرة. أنا أبعت أكتر من واجب حتى كل أسبوع مرة وأخلي الطلبة تشتغل، وليكن عايزة أخفف مهارتهم في القراءة، خلاص؟ تبقى هنا reading مثلا reading college reading fluent أو كورس، أوكي؟ عايزة إيه طلبة؟ تقراني فلونتي، قراءة، قراءة بطلاقة، طبعاً أكملها قراءة، طبعاً هنا، طيب بعد ما قرينا كتبنا الكتابة يقول لك تفضلي تتخصصي فيها تبع إيه؟ نقوله هنا مثلاً إنجلش، هندي، أو عربي. خاصة بإيه؟ بالريدي، أخذها بالريدي تكون أفضل، الجزئية بالتالي خاصة بالريدي، تمام؟ هنا ريدي، أوكي؟ هذا بيقول لي أتاش، عند كلمة أتاش أضغط عليها، أنا عايزة ريدي، تمام؟ عندك واجبات أنت محضرة على الون درايف، حاجة يبقى كويسة تنزلها اوتوماتيك أو على بلاس ميت بوك، حاجة جميلة جدا تصحيح الواجب، كل حاجة داخل الون ميت، تمام، أو بلاس ميت بوك. طيب حاطط رابط معين على سوي أو حاجة أو على تيمز تنزله اوتوماتيك أو أبلود من سطح النت. أنا عايز أركز على هنا ريدنج بروجريس اللي هي طبعا يستقل في القراءة، حاجة جميلة جدا. ونشوف مع بعض، نشوف واجب كده بسيط في ازاي انا والله في طلبه كتير حتى في مرحله ثانويه ما بيعرفوش يقروا كويس، فيعني في ودي حاجه وحشه خالص ان انا وصلت المرحله الثانويه الخط وحش والقراءه وحشه سيئه، فما فيش حاجه ان احنا حاجه جميله كده نزلت مع القارئ الشامل امبارح ستيفنز ريدر امبارسل ريدر بيصحح لك اي اخطاء لغويه، تمام؟ هيقول لي لو موجود عندي وورد او بي دي اف انا ممكن احمله ده، تمام؟ تضغط عليه ينزل اوتوماتيك. انا مش معايا ممكن اروح لللايبرري واختار جزئيه خاصه بمرحله ابتدائي او اعدادي او ثانوي، تمام؟
تختار الريجن اللي انت عايز ايه تختار. تمام، انا اختار مثلا هنا سكندري، جزئيه بسيطه وعايز الطالب اختبره ازاي ريدنج كوركتلي فور شورت باسج. اوكي، نختار مثلا جزئيه هنا، جزئيه هنا فور ريدنج، وليكن هنا اخلي الطالب يقرا حاجة جميلة جدا من أي جزئية أنا أختارها. شفت كتير أكثر من طبعا موضوع عندي، أنا أخلي كل طالب ممكن إيه أشير للطلبة مثلا الجزئية دي أو الباكج دي وأقول له ريد. الطالب اللي يحب يقرأ هتوصل له عن طريق إيه الهوم ورك، يفتح الكاميرا بتاعته عشان تشوفه وهو بيقرأ وهو بيقول الكلمات، والبرنامج نفسه بيصحح له ايه الاخطاء. تمام، هتفتح عندنا الباكج اهي اللي انا هخيرها كل الطلبه اللي عندي، شايفين اهي. تمام، اقدر واضح دي طلب في مرحله ثانويه اقرا، وكل ما تقرا هيبقى فيه ايه مثلا ايه تصحيح للاخطاء بتاعت حضرتك. هيقول لي هل النمبر اوف اتمت الطالب ده ليه محاوله واحده ولا ليه أكثر من محاولة. براحتك، احنا نخليها إيه مفتوحة. خد الطالب يقرأ أكثر من مرة لو حب يصحح أخطاء. هل في مثلا وقت محدد، وقت محدد له دقيقة واحدة للقراءة أو أكثر من طريق من طريق من دقيقة، احنا بنسيبها مفتوحة برضه دي، وهكذا. طيب عايزين مثلا فيديو، نعم عايزين فيديو للطلب. يبقى خلاص الفيديو ده الطالب يبتدي الفيديو، احنا عايزين الطالب يشوف الحاجة دي وهو بيقرا وهو بيستعرض جزئية القراءة. افري دي انرجي، افري دي انرجي، واقول له ستارت مثلا وهو بيقرا مثلا. ماشي، نخليه هنا اهو هو يقرا، واللي طبعا البرنامج بيحدد له هو بالادفيرب الادجكتيف، بيحدد له الفيرب الناون مثلا ايه مثل الكلمة دي فيها خطأ سبيلنج، فيها مثلا خطأ في الانتونيشن في السيلابل وهكذا. احنا البرنامج بتاعها تكون عن طريق ايه الامبارسنج ريتنج، وهو ايه البرنامج نفسه بيشوف معيار ايه وجودة ايه القراءة لدى الطالب. مفيهاش حاجة، بنتعلم دايما من الأخطاء، دايما بنتعلم من أخطاء. تمام، فانت حاول تقرا وخلي طلبتك يقروا. الطلبه تقرا اهو، احنا بنخليه قدر الامكان الطالب. انا بقول بس عشان الطالب موجود معانا عشان ايه نشوفه وهو بيقرا. يا ريت كل طالب بالطريقه دي زي ما قدمت اهو، خلي الطالب يشوفه اهو يقرا. فالطالب بيجي هنا في الصوره دي وهو بيقرا، وبعد ما بيجي احنا بنشوفه بنسمع له اوتوماتيك. تمام، طيب نسمع له ايه اوتوماتيك. خلاص، طيب بعد كده نقول له نكست. خلاص بقى افري دي انرجي، واقول له ايه نكست. خلاص نكست. ايه الثانية بقى؟ عايز ابعت الواجب كل الطلبة. ابعته ازاي؟ هيفتح معايا اهو، نبعت اهو. هيقول لك قسم اللغة الإنجليزية إذا كان في روبريك، إذا كان في روبريك دايسين بس في روبريك معايا. في روبريك اللي هو إيه طبعا مقياس معياري، اللي هي الطلبة بتحاول مثلا بقيت مدى سرعة الطلبة أو تقدمها في المعيار، لإما دي الخطوة دي أراها مثلا جيد جيد جدا أو ممتاز، ده إذا حبيت تضيف إيه روبريك. تمام، طيب هنا في جزئية تانية، إن أنا عايزة أشير الواجب ده لكل الطلبة أهو. أضغط على الجزئية دي أهو، كل الطلبة كاتب لي هنا كل الطلبة. تمام، هيقول لي كل الطلبة، لا انديفيدوال، لا انا عايز كل الطلبه يروحوا ايه الوقت، فاوتوماتيك هيروح ايه كل الطلبه. طيب هل انت بتحدد تاريخ العودة الواجب؟ هو بدأ مثلا، هيبدأ مثلا هنا الساعة كام؟ 3 مثلا مارس مايو،
تمام، هيرجع مثلا الساعة 11 ونص بالليل أو الساعة 12 دقيقتين. لا أنا ممكن أزود الفترة دي أو أخليها أوبن مفتوحة، هقول له إيه دي؟ لا خليها بقى إيه مثلا لغاية مثلا يوم 25، رجع لي إيه مثلا وقت، أو خلال يوم أو خلال مثلا إيه يومين أو تو نايت الليلة دي. خلاص لازم تقرا وإيه وترد لي إيه الوقت. تمام، كل حاجة خلصت. أنا هنا بس أكتب بسيط يعني ملحوظة جدا، تنويه على الواجب، أقول للطلبة الرجاء قراءة الرجاء، أقول له هنا الرجاء بليز أو بليز بليز finish your homework read and finish and finish your homework. Your work. أي مثلا تكتب خلال إيه الساعة إيه، تمام؟ وبس كده خلصت، أقول له أصلاً يلا أو شو كده إيه الواجب بقت بعت أوتوماتيك لكل إيه الطالب. الطلبة بيوصل لكل طالب، وبعد ما يوصل لكل طالب هيفتح لي إيه كل واحد الواجب. وبعد ما يفتح الواجب طبعا بيقرا، يظهر في الفيديو، وحضرتك بتاخد تعمل له ايه تقييم لكل ايه الطلبه بتاعتك. تمام، هتقرا الجزئيه دي وتعمل ايه تقييم للايه للقراءه الطالب. طب انا هشوفه فين؟ هشوفه هنا مثلا، هذا الطلب هنا عملت الاثنين ولا لسه؟ اشوف طبعا الواجب الصحة بالذات، الصحة الأساسية أهو ظاهرة جميلة جدا واضحة، هيقول لي فيو، أهو ده الواجب ظاهر في الصفحة أهي جنرال، حضرتك هتعمل فيو إظهار للواجب ونشوف الطلبة إيه طبعا هل هي قرأت ولا ما قرأتش، وتعمل طبعا إيه تقييم، تعمل تقييم بأداء الطلبة. تمام، تشوف كده هل الطالب رجع الواجب ولا لا، نشوف كده الطلبة رجع الواجب ولا لا، وهكذا. تمام، الطالب اللي بعت الواجب بيظهر ان هو ايه عمل ريتيرن او رد لنا ايه الواجب. تمام اهو، مثلا راح المحمود شبكة، يا ترى الاسم محمود ده فيو هل هو فتح ولا لسه الواجب، واعمل له فيدباك. ما كانش ايه طبعا لسه ما صحح او لسه ما قراش الواجب، انا ما بعتلوش اي ايه تصحيح، واقول له رجع يرجع الواجب للطالب مره ثانيه. تمام، اقول له روتين لسه ما اخدش ولا نقطه، انا ممكن هنا احط له نقاط ياخدها في خلال التصحيح او في الواجب نفسه. انا اقول له روتين، هل هو رجع الواجب ولا لسه؟ واديله هنا تقييم طبعا، اديله فيدباك. انا ممكن احط كام درجه هنا، 10 5 احط ايه الدرجه. تمام، واقول له هل هنا ريتين خلصت عرفته ولا طبعا فور ريفيجن، لا ده لسه مثلا ما انتهاش، اقول له ايه ريتين فور ريفيجن، لا انا هرجعه تاني ايه لل إيه طبعا للمراجعه. تمام، وهكذا. ده هو ايه، ايه هو الواجب اهو الظاهر لي تاني اللي هو افري دي انرجي. تمام، في اي مشكله اي سؤال انا تحت ايه. تمام، دي بالنسبه ايه للهوك، امسح حاجتين، ازاي انا بنضم لفريق، ازاي انا انشا قناه، ازاي انا ممكن اضيف الطلاب، ازاي انا ممكن اضيف المعلمين، ازاي كمان انشا هوك اساينمنت، وازاي ابعته. لو في أي سؤال أنا تحت هدخل، أي سؤال اتفضلوا. هو بس كنت عايزة أشوف حاجة بسيطة جدا إن شاء الله نزل علينا، اللي هي إيه اللي هو الماين كرافت. أتمنى إن كل طلبتنا يمارسوا الكودينج اللي هو إيه الإنترنت والإنميات، وازاي بناء عالم من خلال ايه القوالب البرمجيه باستخدام لعبه ايه الماين. تمام، ده
نشوف كده مع بعض هنا ما كده. شوف كده مع بعضنا اهو حاجة شوف ان اهو زي ده مثلا عايزة مثلا الطلبة تخترق العالم ده وبيستخدموا أدوات الماينكرافت. طبعا تم تشييد هذا العمل بداخل كل المدارس ازاي طلبتنا مثلا يلعبوا. مش هي لعبة، هي لعبة تعليمية، لعبة تعليمية قايمة على التفكير العلمي، بتستخدم يعني التفكير المنطقي في بناء عالم، بناء مثلا تدخل تعمل تجارب معملية داخل ايه اللاب، داخل ايه اللاب تمام داخل اللاب او ايه مثلا هنا دي كل دي اشكال او بالبرمجيات انا بستخدمها. تستخدم بدل ما انا مثلا في بلوك انا ممكن استخدمها لبناء ايه مثلا عالم، لبناء ايه عالم او استخدم ايه برمجيات هذا الفودل انا ايه ببني كل حاجة سواء مثلا برامج ببني هرم او مثلا انا ببني مثلا ايه مصنع مزرعة. دي خطوات بسيطة برمجية انا عن طريق كده البلوكس، دي عبارة عن بلوكس انا بستخدمها في واحد من ايجنت بيساعدني ازاي انا اعمل برمجيات واختار البلوكس اللي هي طبعا تكون في الادوات في بناء العالم ده. حاجات جميلة جدا وانا عرضت لكم قبل كده ليها شرح قبل كده في فيديو اخر ازاي انا ممكن انشأ ايه عالم من خلال ايه البرمجية تمام. دي عبارة عن كنت أدوات بسيطة جدا بيستخدمها إيه كل طالب، كل طالب في بناء العالم. جميل ممتع، مدرسة مصانع مزارع بحل مشكلة في العالم إيه الذي تحيط فيه. كده أنا وصلت إن شاء الله ده الكلام ده كله. عايز مثلا مننا تعديل اللي هو عايز سيشن تاني ممكن تاني، وفي الآخر لو في سؤال أنا تحت حضرتك. لو في أي سؤال، لو في أي سؤال، لو في أي سؤال أنا معاكم أهو. لو في أي سؤال، لو حد سؤال سواء كان معلم أو طالب، لو في أي معلم أو طالب يحب يسأل، في أعداد كبيرة من الطلبة. طلبة كتير تدخل العموم حتى ريكوردنج على الموقع واللي يحب مثلا طبعا يستمع من يستمع له مرة ثانية يعني مفيش مشاكل. بتمنى للجميع إن شاء الله الاستفادة والعبرة وكل عام حضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.